السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسكنور، رجعت لكم فيديو جديد قصة تدكاتسو المرحلة الثالثة حصار قلعة أويدا. خلنا نبدأ. اوكي حلو، هذه معركة توكوغاوا ضد سندا آرمي. خلنا نبدأ المرحلة وأعلمكم عن المعركة هذه. أوكي. قلعة أويدا كاسل أو حصار قلعة أويدا كاسل، حصار قلعة أويدا يعني بالحصار. هذه المعركة صارت بعد موت نوبوناغا أودا فترة قصيرة حيل. طبعا تاداكاتسو هوندا وياسو توكوغاوا عاشوا من بعد أو نجوا من معركة ميكاتا غاهارا، المعركة اللي قبل هذه. شينجن تاكيدا كان رايح حق العاصمة اللي كان مسوي فخ بالمعركة اللي طافت، مات من المرض قبل لا يوصل حق العاصمة، قبل يعني لا يستحل العاصمة. وبعد موتة نوبوناغا أودا، إياسو توكوغاوا تعاون أو تحالف مع الأوسيغي اللي هم هذولي، وينهم؟ ممكن محاطينهم مني. بس أوسيغي هذولي مثل ما تقولون الرايفل حق تاكيدا، أوسيغي كينشن هذا مشهور حيل باليابان. هني ضد جيش السندا اللي هو جيش يوكيمورا سندا أو عائلة يوكيمورا سندا. طبعا تعاونوا إياسو توكوغاوا ويا الأوسوغي علشان ياخذون الأرض اللي اسمها شينشو كهذا يوكيمورا سندا، عشان ياخذون أرض شينشو يخلونها لهم. فردا على تحالفهم السندا تعاونوا مع من تعاونوا معه؟ مع هذا كانيتسوغي ناو، وقرروا ان يتحدون توكوغاوا والأوسيغي. وبهذه المعركة صار القتال المشهور حق يوكيمورا سندا وتاداكاتسو هوندا، هذا قتال معروف باليابان وكان من أقوى المقاتلين تاريخ اليابان، يعني معركة حلوة. أوكي راح نخلص على الناس. اي وفي شخصية هني قائد عادي بالجزء هذا، حطوه شخصية تقدر تلعب فيها بساموراي ووريرز 4، وقائد كبير بلعبة ساموراي ووريرز 4 يعني لها قصة كبيرة، اللي هو نوبو يوكي سندا اخو يوكيمورا سندا. وهذا القائد ماسايوكي سندا ابو يوكيمورا ونوبو يوكي سندا، حطوه انك تقدر تلعب فيه او لاعب جديد بلعبة Spirit of Sanada اللي هي اخر لعبة حق ساموراي ووريرز حاليا. كان شخصية جديدة بس باللعبة هذه، ما تقدر تلعبها بساموراي ووريرز 4 ولا 4-2 ولا حتى الامباير. بسوي لها جيم بلاي ان شاء الله لعبة Spirit of Sanada، لما للحين ما لعبتها كلها، لعبت شوي منها بس، واللعبة كلها عن السندا، عائلة السندا بالاخص يوكيمورا سندا. فشي حلو يعني اني اخش القصة حقه لين اللعبة هذيك. This is what happens when I fall prey to my strategy.
Castle gates are sealed. Cannot pass. ان شاء الله بلعب بنوبوناغا اودا ساموراي ووريرز 4 او 4-2 ما اذكر واحدة فيهم اللي داشة بقصة اودا بالتفاصيل واحدة منهم اوكي اتوقع ان هني موجود يوكيمورا اي كاهل I shall cut down the Tokugawa's villainy. طبعا قاعد يقول villainy يعني شر. يشوف التوكوغاوا الناس أشرار لدرجة كبيرة. لازم أبحث عن السبب اللي ليش يشوف إنه حيل شرير. يعني ما أفكر صراحة. يمكن بلعبة Spirit of Sanada راح نعرف. خليته يسوي اللي يبيه راح يذبحني. خلاص 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 واحد فاضي I am a man of peerless might I bow to your skill I am a man of peerless might I am more fortunate If the castle falls Yukimura will have no reason نصيحة مني لكم لا تستخدم الموسو بهاللعبة هذه إلا إذا كانوا قاعد يطقونه لأن اللعبة هذه يعرفون يسوون درع بدرجة كبيرة ينرفزون حيل حيل ينرفزون شوف لما يطقك سو دائرة I shall give you a taste the wish of his incredible might كل ما يطقك كل ما يطقك سو دائرة It is not my destiny to die here. خلصت المشن الأول ولا هذا إيش جابه؟ I shall strike. I am a man of peerless might. I am proud to witness you in battle. Tadakatsu Honda. Shinji praised you and said you were too good for Ieyasu. Sorry, is this the power that's impressed them? Lord Tadakatsu, force alone cannot bring peace to our land. Silence! May your actions speak louder than your inept words. I am a man of peerless might. I am most fortunate to have such a worthy retainer. Why do you waste? ألعاب ساموراي وورير خاصة القدم أصعب واجد من ألعاب داينيسي وورير كان فيها شوية تحدي يعني أما ساموراي ووريرز الجديد اللي هو ساموراي ووريرز 4 حيل سخيف حيل حيل سخيف بس أخذ اللعبة أدخل المعركة وطق مثلثات بس ما تحتاج حصان ما تحتاج شيء يعني بروكن شوي انا اتكلم عن ساموراي ووريرز 4 اتوقع ان 4-2 شوي سووا لها نيرف هالحركه يلا عاد مفتوحه القرعه الخضراء ليش ما طلعنا اخذ القلعة اخذ القلعة ايش هنا هنا I am a man of peerless might most skillful warrior اوكي من بقى توقعنا شوية بس ايوه ماسايوكي نوبويوكي هذول كلهم بالقلعة؟ لا هذا منقش
اوكي انا خلاص اروح بس فوق. خرحنا هنا. خلنا ناخذ الزور كلهم مكان واحد. الدرع يعبدونه يعبدون شيء اسمه جارد شيء نرفز بالله انا يسوي تحدي يعني شيء حلو بعد العاب داينسي وورير اللي كانت كل الجنود والقواعد يستخدمون الجارد كانت داينسي وورير 3 هي الأصعب من بين كل ألعاب داينسي وورير الباقي كلهم سهلين بس ثري لأنه كان الكماندر كان يقدر يزيد من طاقته من روحه يعني الهيلث يرتفع يصير ماكس عادي تعبك كله يروح أمبشنت بعد في واحدة وراي أوكي خلص على زين. بعد. ناخذ السيف. اتوقع. ايه في واحد هنا. Okay, let's go.
اللعبة هذه يا أخي حلوة أعمل منها ما أقدر أدخل بحصان يلا أوكي هذا ما كنت أحب بالعاب ساموراي ووريرز القديمة أنا ما أقدر أدخل بحصاني لأن باللعبة ما تقدر تنادي حصانك أعتقد بس لاعب واحد اللي هو يوكيمورا يقدر يناديه يقدر يصفر له بس إذا ركب حصان ثاني يروح عليه حصانه قديم أوكي من باقي؟ كان يذبح واحد شلون باقي اثنين أوكي شو نفتح اوكي اوكي ما في شيء هنا يا رب اوكي اوكي اتوقع انه راح هنا صح؟ ايه يا الله بدينا اوكي كوتارو فما موجود هنا بعد والله ما في مشكلة. اوكي. What fools these mortals be? تعرف هما يدخل أي معركة يبيها كيف كذي؟ I am a man of peerless might. I am most fortunate to have such a worthy retainer. هو باقي واحد صح؟ باقي نابويوكي. لا ذبحت نابويوكي. شيجينوري سوزوكي. لا خليه ولا. I hereby declare my might to the heavens. I am a man of peerless might. The only thing I desire is total victory. أي ليفل وصلنا؟ 16 حلو. أوه سلاح ثالث. War Trident. كيف؟ واحد ثاني. حلو. طلعنا الكومبو الجديد. باقي بس كومبو واحد ويكون كامل. سكيلين حلو. ثلاث سكيلات. ممتاز. أوكي. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي بعده.